السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقولكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم نتكلموا على رومان، يعني هذا رزقي رومان، يعني سهم روحك. خطره خسرت الاول، خسرت مع الاول 400 صومال، قلت لهم حضرنا احسن تحضير، يعني رانا في عامين وحنايا رانا نحضروا لهذا النهار. ربحت صومال، خسرت مع السنغال، حصلت في والدين اللعابة، درت ماتشني بالكشايب، يعني جابون كو كان عندهم لعاب تاع لافينيسيون، اقسم لكم بالله العلي العظيم، بروميير ميتو 3-0 بروميير ميتو، وكمشي الكارديا فانيك الكارديا، كثر خير الكارديا، إلا ذاب بذا الأداء أنا نقولها لك ونعاودها لك دادا، إلا ذاب الأداء ما يتقابل المغاربة. والله يلعبها مريض، خلي بالسكري يجي في بلاصتك كاش ما يدير. انا نقولها لك لعبها كيما جينيرال فارس تاع 10-10، مي جاو الكواصل بيهجموا عليه، هيا لعبها كرشو جاته. انا نقولها لك يديرها كيما هكا. اسمع اسمع، لا ما ثابناش، خاطر رمضان حصلت في رمضان، ومي درت ماتش حصلت في رمضان، رمضان شنو دخله على السنغاليين فين كيصوموا، السنغالي فين كيصوموا، مغاربة فين كيصوموا، مغاربة مغاربة اللي ربحوا دو ماتش فين كيصوموا، هم مالك؟ مالكمش، خرجنا من شهر رمضان جماعة، خرجنا من شهر رمضان، يعني سونتيفيكمون يلتفو دو سومان بو ريكيبيري دو مو دو رمضان، سو بلون ديزيدغاتاسيون. هاكو شت مع مكلف الإعلام كوطاكم شهر كامل وأنتم ما تاكلوه. أو عنده رخص، هذوك الرخص اللي عطى بغى يعطي من ليكيب ناسيونال باش ياكلو، كون طعم لك انت اللعابة تاعك تاو اللعابة وكليتو رمضان، هيا عطيهم نورمال عادي. وهضرت عليها تكلمت عليها قبل بداية الدورة، يعني البرمجة تاع الدورة جات حنايا شفناك باللي نهار اللي ربحت 2-0، قلت لهم باللي أنا في عامين حضروا رانا واجدين، يعني ودي جبنا أحسن لاعبين والناس اللي كانوا، بعد خسرت حصلت في والدين اللعابة. ومن بعد مين بتبهديله فتنه بتبهديله، يعني قلت لنا باللي رمضان، لا ما جبتش رمضان تاعي. هي نوز ان بو ديرونجي داير ميم فيزيكمون، حسينا باللي ماناش بدنيا ناقصين، لا هي الاسترجاع تاعنا من شهر رمضان، تاع شهر رمضان والتدريبات اللي خلتنا مازال ما استرجعناش مليح القوى تاعنا. ان شاء الله بعد 5 ايام ان شاء الله تكون عندنا راحه اكثر، بغض النظر ويكون كل 3 ايام نلعبوا مباراه، اليوم خدنا 5 ايام، هاد 5 ايام ان شاء الله تكون نخدموا كثير على الجانب الاسترجاع. هادي قال استرجاع شبيد، ها ما عندك شبيد يا خويا، ها ما كاش، ها انا نقول لك داهيه راك داهيه كبيره، انا نقول لك احشم على روحك، راك كبير. السنغال فريق راهم صايمين، وصايمين شوال، يعني 6 ايام مقابلات مع النهائي، يعني وفرحانين الناس، هي المغرب والسنغال فاني هما خارجين من رمضان، ها هو مالك يا صاحبي، ها هو المغرب والسنغال فاني خارجين من رمضان، يا ودي تعرف قول بلي انا ضعيف والفريق ضعيف والكونغو احسن منا والحارس تاعنا هو الذي انقذنا، لولا يعني لا كنا نتلقى اثقل نتيجه منهم. يعني برك ما تكلم الصحابه، يعني الصحابه رضي الله عنهم، يعني داروا غزوات بدر، داروا غزوه بدر في رمضان، وانت جاي تشكل علينا، لا ما تروحش. حتى المنتخب الصومال والسنغال يعني صوموا، واليوم صلاه، يعني صلاه جمعه، خطيك من الاعذار بالتصريحات في نهار تاع الجمعه، خطيك من الاعذار، وروح يعني شوف حاجة أخرى خدمها. كرة القدم أنا شتا نشوف بلي خاطئ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخرج في غزواته معظمها في رمضان، لأن الصوم قوة وليس بالضعف. منتخب السنغال منتخب المغرب لم يصوموا رمضان، ها قلنا ما صاموش رمضان، من المفروض تستند مهنة المدرب إلى قدماء لاعبين مستوى الفني والبدني ناقصين بزاف يا خويا، يعني نقولها لك ونعاودها لك، أنا نقولها لك والله، لأنتوما هذه التصريحات وأنتوما هما يعني أسباب عدم تطور كرة القدم الجزائرية من السيء إلى الأسوأ. يا
يعني نهار يعني خايبك نهار الاربعاء الله يجعل نهار الاربعاء غادي تقول لنا الحراره والرطوبه مرتفعه مع الوقت المباراه، يعني حسب الاحوال الجويه باش تشد فيها وزيدها في التمريرات تاعك. راني عاونتك شويه والله، راني عاونتك خطر الاولياء تاع الجواره ما حبوش الفوت خاطر رمضان، يعني ما فهمتك ما قالك خطر يقولك الاولياء ما حبوش ولادهم يلعبوا، خطر يقولك رمضان مره الجايه فاش تحصلها. انا قلت لك حصلها في الرطوبه للاسف تحاليل خاطئه، انت من يتحمل المسؤوليه كنت قادر تحسم المباراه في الشوط الاول وذلك باشراكك لاحسن لعاب عندك مسلم واللعاب بوهلي، يعني بوهاله هذا بالمباراه وقريب يعني اقصيتنا، يعني تحية احترام لاعبي رغم انه كان هناك تسرع عدم تركيز كثرة الاخطاء والاتمام، يعني اللقطة مكاش كاع. يعني يقولنا رمضان اللي كنت تهدر عليه اللي جاي ولا اللي فايت، والله مدرب تاع بلاطوات كاع ولا شو كسبنا مدربين تاع يعني تبلعيط هذا مكان. غادي بالي غادي تحصلها، غادي تحصلها في لي سيبورتير تاع قسنطينة المرة الجاية. يعني تدري بلي نتايا راك في راه في جهة وانت في جهة، اتركوا مجال لأهله انا يعني، وهذا هذه في هذه هي السينما. إلا ما كاش إلا ما وجدش الماتش يوجد كذبة، من يخسر يقول لهم راني خايف نحصلها في الشعب. ثم الحجج تاعك على بالك قاع ضعفاء قاع ضعاف كل يوم، يعني تخرج بحجه ضعيفه. والله اللاعبين الصومال والسنغال والكونغو ايضا اثر عليهم الصيام، ثانيا انتم من اوقفتم البطوله في رمضان بحجه الصيام. هم لك يا صاحبي ما فهمناش، قول لي انا قول لي المغرب ما كانوش يصوموا، انا نقول لك ونعاودها لك بسببكم انتوما مدربين فاشلين، يعني ما تطورتش كرة القدم الجزائرية. خطوا الرجال خطوهم رجال من السلف الصالح كانوا يقومون بفتوحات في شهر رمضان، وانت تقول لي استرجاع انك يعني انك محدود، هذه هي الحقيقة تاعك. وللأسف جيت تقول لي رجالة كانوا في رمضان، يعني خالد بلوال في رمضان قتل 500 كافر في غزوة كونتر الروم ضد الروم، جاي تقول لي بلي يا ودي كاش كاع الحجج هادو كاع مكاش هادو، والله ما كانت الحجج كاع. الأهلي هو المستفيد يا ودي خويا، يا ودي خويا الاهلي هو المستفيد، انا نقولها لك نعاود نولي لهذا المدرب الا لعبت بهذيك الخطه وبهذا الاداء، انا نقول لك ونعاودها لك والله يلعبها مريض، اما يلعبها مريض وصايك هذه هي اللي نقول لك يلعبها مريض وصايك، تساعدك كي تلعبها مريض على بالك بها، والله لا ساعدتك كي تلعبها مريض، زعما كاني ننصح فيك بعد النصيحه والله لا ساعدتك وتلعبها مريض. وانا كنت جيت رئيس اتحاديه قسما بالله ما خليك الدين نتوصل نقول لك روح اي روح كاع ما تقعدش انا روح كاع خرج كاع من جيب المسايك انزل عيط لواحد من صحابك يجيو يدوك باللوطو صايك روح كاع ما توليش كاع والله العظيم يا مكاش يا ولد عمي ثلثوناي بالكذبه يا ثلثوناي بالكذب يا ولد عمي كان والو هو بزاف اودي عمي هضره اكثر من الهضره لكم تهضروا بها اكثر من الخدمه تاعكم، والله الهضره لكم تهضروا بها والله اكثر من الخدمه، والله اكثر من خدمتكم والله العظيم. لا اله الا الله محمد رسول الله، كيفاش راكم تخبوا كيفاش الناس يقابلتكم وكيفاش هاد اللعابه ويتهموكم كي تهضروا معاهم تهضروا مع البوله ولا شكون تهضروا. لا اله الا الله محمد رسول الله.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم وصعيد وخاوتي.